سيداتي آنساتي سادتي، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم بدون كلام. ضيوفنا النهاردة إن شاء الله، دينا ودينا عبد الله وهالة فاخر ورجاء حسين. وضيوفنا من الشباب ومن الرجال الفنانين، فنان محمود الجندي والمنتصر بالله وابو بكر عزت واحمد راتب. وهنبتدي الحلقه كالمعتاد زي ما احنا متعودين طبعا بالنسبه للانسات والسيدات، نبتدي بدينا ان شاء الله. اتفضلي يا دينا. الجولة دي هدية مننا. تاني. طب يتفقنا. امسال. امسال. ايه يا دينا احكي. معلش معلش. ايه حكايتك يا دينا مع الامسال؟ سهلة جدا. انا ما بقولها هاخد فيها 10 نقط. طيب. 10 2 4 5 5 كلمات. الاولانيه. العين. العين. ما تعلاش على الحاجة يا دينا. كويس يا ماما. طيب الإجابة سليمة فعلا، العين ما تعلاش على الحاجب، ودي يستحقوا عنها ثلاث نقط كاملين. الدور على الأستاذ محمود الجندي، اتفضل. صعبة بقى محمود، وأربعة صعبة. لا احنا عايزين الجولة دي. يلا يعني هو قال من الاول مش عايزينها. لا مش عايزينها دي كادو. ميرسي كادو. ميرسي قوي. اذا انتوا وصلتوا انكم هنغلبكم هطلع مش هتكلم ولا كلمه. اوكي يعني هطلع اقف اقول لهم يعني لازم يبقى ربيات يا منتصر، لازم يبقى كده. بس في النهايه ايه؟ اصحاب. لا ولا حاجه. امين. احنا شر عارف الترجمه اسمها ايه؟ ناسيه. طيب فاكره افلام ثلاث كلمات. الاولى الاخيره. الأخيرة. دموع. بس دموع ولا قال؟ لا دموع بس. جوالة. الأولى جوالة. طريق. طريق. رايح. جاي. جاي. جاء. حضر. حضر. ما تشغلوش دماغك. جاء أربع حضرات. أتى. أتى. أول حرف إيه؟ عين. عادة. 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 عودة. عدت. ايوه. عس 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 انتي عسكين. عد. سعود. سعود. بلا دموع. بلا دموع. وذاود دموع. وذاود. سعود بلا دموع. حلوه الاجابه سليمه. الفيلم سعود بلا دموع، وده كان بطوله مديحه كامل ورشدي اباظه واخراج تيسير عبود، ويستحقوا عنه نقطتين لانهم اجابوا في نص الدقيقه الثاني. والدور هنا سهله. سهله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. امز القوه. طب ليه عاملين فقره سهله؟ زي صعبه جدا والله. كلمه حلوه. سهله. عايزين حاجه صعبه يا دينا. لو جات لك حاجه لا سهله رجع كده صعبيها. سهله ما تعمليهاش. حلو قوي 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 يا دينا. مطربت مطربت القطرين. صراحة أنا لو برضو دي أخد فيها 20 نقطة على الأربعة. شفتي بقى بيحفزك إزاي؟ واحدة ولا واحد؟ واحدة. مقفعة كده. نجاة الصغيرة. لا مقفعة. فايزة أحمد. فايزة أحمد. كلمتين. اثنين ثلاثة. القمر. ياما القمر على ياما القمر على البال. أنا قلت لك والله سهلة فعلا. طيب الإجابة سليمة. الأغنية ياما القمر على الباب، ودي كانت للراحلة فايزة أحمد، ويستحقوا عنها ثلاث نقط تانيين، فبقى لهم ست نقط. اتفضلوا. عايز يا محمود؟ عايزين صعبة. عايزين صعبة. 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 الجولة دي بتاعت مين يعني؟ بتاعتك. صعبة. صعبة. بحبش يا جماعة الغلوشة وأنا بركز. نعم. سيبوني عشان أنا عايز صعبة. ما بتجيش خالص الشخصيات دي. جت على حظي. عمرها ما بتجي الشخصيات دي. بلاش لحسن تجنن. يا استاذ. طيب كم فيلم؟ كلمتين. الاسم كلمتين. اسم كلمتين. يعني في رشاقة. الثاني. الثاني. الاولاني. الاولاني. نصه. نص. لا حته.
لا. الثاني؟ النص الثاني. النص الثاني لا. الاولاني بقى؟ انت النص الحلو وانت النص الثاني كلك حلو في حلو. لاما؟ لا. ها؟ لو ده. لولا؟ لولا صدقي؟ لا. لولا صدقي ما كنت خرجت من ظهري. أربعة. ليه الأربعة ليه؟ أنت مش الصعبة. صعبة. لا صعبة. عملتها إزاي؟ الإجابة سليمة. صعبة. اللول وحديها واللام وحديها جات لولا فقالوا صدقي. إيه ده؟ الإجابة سليمة الشخصية لولا صدقي وأستحق عنها ثلاث نقط أجاوبه في نص دقيقة بالظبط. طيب يبقى السكور هنا 5-6 وتفضلي. والدور دلوقتي على هالة. تفضلي هالة. يلا هلول. بسم الله الرحمن الرحيم. لما تدوس قوي تنط قوي. انا عايزه اخد شخصيات. زي ما قلت ده سهل قوي ده. يا بس يا حبيبي بس يا اخويا بس. طيب معرفه تعرفيها؟ ممثل كبير في السن رغ من زمان قوي. مات. اسمه من كلمتين. الثاني ده دين. توفيق دين. سلام. يا سلام. الإجابة سليمة والشخصية توفيق الدين ويستحق عنها فعلا ثلاث نقط إجابة في نص أو في ربع دقيقة. مين؟ تفضل استاذ بكر. تفضل. وانا حاضر. تفضل. واحد صعب الاستاذ النبي علشان ايه؟ باربعه. هات لنا مثل عشان انا متعكس شويه. صعبه صعبه جت صعبه. يلا بكور. يلا صعبه على الوقت دول يعلوكوا فجاه. ده طويل قوي. يعني علينا وقت مثل لو خدوا الاربع نقط زينا ناخدهم لو عايزين تفتكوا ناخدهم ولا لا؟ خدهم مش هزار بجد. لا بلاش حبيبي بلاش بعد الفطار. لا يا يعني طيب ماشي. يلا انا موافق بس ده سهل قوي. تعالى مثل فاهم. ها مثلا كويس. كم كلمة؟ 1-2-3-4-5-6-7-7-7 مش مشكلة. هات السبعة. 6 مرات 6 مراتي 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 جحا. جحا ماله؟ جحا هو هم سألوا جحا قالوا له يا جحا فين بلدك؟ قالت فيها مراتي. بلد اللي فيها مراتي. بلد قالت فيها مراتي. موافق. على فكره لوك مالك. لا لا يا حماد لوك مالك. لا لا دي مضافه انا مش مقتنع بيها. بس لوك مالك هو لان جحا نفسه قال لي. طيب الاجابه سليمه. المثل بيقول قال يا جحا فين بلدك؟ قال اللي فيها مراتي. ويقدر يقولوا بعضهم بيقولوا بقى وما فيهاش حماتي. لا يقدر. دي اضافه لكن شائع فيها شائع الاهم حماته. لكن الاجابه السليمه ويستحق عنها ثلاث نقط ومضاف اليها نقطه. يبقى عندهم اربع نقط. يبقى السكور بتاعهم يوصل لتسعه. الدور عليكم. رجاء. ما اعرفش شايفاهم فيهم حاجات كتير من بعض. الشعر الشعر افلام حلو. افلام لا افلام 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 الجوحه دي عملت كده الجوحه خلاص. ايه رجاءك تقبتي كده ليه؟ طيب كلمتين. بالراحه الجوحه. كلمتين قديم المقديم ولا مدام؟ في الف ولام الاولانيه. طيب في اسم صفه. صفه صفة تعبانة منهكة غلبانة غلبانة فقيرة. اسم يعني صفة. صفة اسم صفة في أي كلمتين. هتشرحي الأولى ولا الثانية؟ الاثنين. الاثنين الاثنين صفة. الاثنين صفتين. صفتين شحاتين مثلا دلوقتي. دلوقتي تعبانة عيانة. فات نص دقيقة. مريض مريض مرضى تعب إنهاك أغمى عليه. لا لا هذا لغه عربيه. طيب المظالم يعني او التعبانين القطع التعبانين الشقيانين الشغالين الغلبانين. انت بتشرحي لي كلمه ثانيه. الجوله دي بتاعتك الثانيه. طب الاولى ايه؟ انا بقول نديهم النهارده. النهارده فات اليوم هنا فات اليوم اليوم الاولى. استنى طيب
استنى. لا ما خلاص هي فاتت دقيقه. استنى استنى الاولى. دي الاولى هنا. تعالى انت. انت تعبان من انت تعبان تعبان انتوا تعبانين. طب ما تشرحي لي تاني. عرفان لا عرفان حد متجاوب معاك ركزي معاه. بص الغل تعبان اعمل ايه؟ لا قول لا تعملي ايه؟ اعملي ايه؟ تعبان يعني ضعفاء ضعفاء ضعيف الضعيف الضعيف الضعفاء لحظة ضعف صفة لحظة ضعف الضعف لحظة ضعف لحظة ضعف يا ربي لا لا ثلاث مرات بتقول لك لحظة ضعف وانت بتوصفي لسه ثلاث مرات قلت لك لحظة ضعف والله العظيم امال ساكتة ليه يا دينا؟ لا هي قالت بس انت بتقول منهمكة انت كنت منهمك الاجابة سليمة الاجابة سليمة والفيلم لحظة ضعف وده كان بطولة نيلي وحسين فهمي يا دينا واخراج سيد طنطاوي ويستحق عنه نقطة واحدة فقط لا غير ودور دلوقتي على استاذ احمد راتب اتفضل ده ناشئ جبناه من المنيا لا انا اصلا من اسيوط اتفضل في دوري النجم انا واخد بطولة الجورن مسرحية مسرحية طيب اللي بنشوف اتفضل تايم بنشوف مسرحية كم كلمة؟ كلمتين كلمتين خد وقت في أفلام قديمة ولا جديدة يعني؟ في حرف في النص في على على يمكن واو وحاجة وحاجة أسامي الأولانية أحمد حرفين أحمد أحمد اثنين أحمد بص بص أحمد تعالى بقى تعالى بقولك يا أحمد فات نص يا أحمد أنت بتروحش يا أحمد يا أحمد روح برضو الأولانية إيه؟ الأولانية مش زمايلنا الأولانية إيه؟ بقى نص دقيقة الأولانية أيوه اثنان اثنين لغة عربية ثانية واحد اثنين في واحد لغة عربية فرد الكل في واحد جزء فرد جزء جزء فرد جزئين وفرد جزئين مظبوط الإجابة سليمة المسرحية جزئين وفرد ودي كانت بطولة عبد المنعم مدبولي وسهير بابلي وحسن مصطفى وميمي جمال ويستحقوا عنها نقطتين يبقى السكور بتاعهم يبقى 11 مظبوط يبقى 11 ل 10 الدور على مين؟ يلا يا دينا لا دي عزم معلش عشان فيك الكبير مسرحيات يلا يا حسن مسرحيات بس حسن ايوه انت هتعملي ايه يا دينا ببص مش هتلاقي حاجه يلا استنى تايم ها مسرحيه قديمه قديمه من كلمتين اوكي يعني اثنين كلمة الأولانية الأولانية أنا هلا فكر بتمثل لا أنا وبكر أنا أنا إحنا الأولانية أنا أنا وأنت وأنت أنا وأنت أنا بس أنت أنت بس أنت تانية تانية أنت فين وأنا فين؟ أنت روح يعني أنت أنت مفيش فات نص دقيقة أنت انت حرام انت حر حر انت حرام انت جبتها انت حر الاجابه سليمه والمسرحيه انت حر لمحمد صبحي ويستحق عنها نقطتين اتنين بس يبقى نقطتين و 12 مظبوط طيب هنا الدور على مين استاذ منتصر يلا منتصر لا انا انا ايوه مظبوط يلا ما تقولش غير انا كلمه كلها ماشي ما انا بقول لهم كده بس مش كلام لا محدش ما بيعرفش اعمل ايه يا استاذ فضل والله العيال ب واحده صعبه عشان دي نعور لا خلاص ثلاث نقط افلام ماشي حظيته حلو ليه ما حطيتش ثلاث درجه يا اسف حطوه لا احنا كنا 10 طيب لا تو نقطتين اتنين بس اتنين تسعه بقيتوا 11 لا
جاوبنا. ها ثواني بقى ركز معايا. فيلم حسن عايز كده. 2 3 4 4 كلمات. الاولانيه الاخيره ولا الاولى؟ الاولانيه. الاولانيه بعدها بعدها على حرف في واو 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 واو. الثانيه الثالثه الثانيه الثانيه. سبت رميت. ضاع وضاع العمر يا ولد. لا ضاع 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 وحد ضاع وضاع. وضاع التالت التالت. وضاع قلبي حبي حبي هناك هناك. وضاع حبي وضاع حبي, وضاع حبي هناك. الإجابة ولذلك لم أجده. الإجابة سليمة. والفيلم والفيلم وضاع حبي هناك ده بطولة عفاف شعيب وحسين فهمي وإخراج علي عبد الخالق ويستحق عنه نقطتين اتنين فقط. أجابه في 35 دايما. يلا دول على مين؟ دينا. الله يعاون العاون. ليه ليه ده العفا؟ طب والله العاون ده العاون ده واحد من اخواتي. طب ما تعالوا نقولوا يا العاون. ايه؟ انا فرحان بيه والله. ما يرزنيش رمز الذكاء. حاضر يا غالي. انا خامل مسرحية سهلة. ضروري يلا نفسوكم. تايم مسرحية كم كلمتين؟ قديمة؟ قديمة؟ أول واحدة. أول واحدة. أول واحدة. ها هلو شلبي. اوه نو مامي بلو. شفت الأرض بقى عشان تعرفي يا مدينة. أنا بقول لك العوي. الإجابة سليمة. الإجابة سليمة والمسرحية هلو شلبي ودي كانت بطولة سعيد صالح ومديحة كامل و عبد الله فرغاني منعم مدبول ويستحق عنها ثلاث نقط. يلا الدور على مين؟ منتصر اتفضل يا منتصر. يلا يا سيدي يلا. الالعاب الالعاب ورينا شو يلا. عايز حاجة جديدة شخصية مثلا. يجيبوها. اتفضل. طيب. محدش يقول له كده. ست ولا راجل؟ كلمتين. كلمتين. ست. 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 تانية. الكلمة التانية. الكلمة التانية. هتقسمها نصين. عربية. لا. سيارة. بالانجليزي كار. 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 شوي كار. لا. لا. كار. يو. كاريوكا. بس. كاريوكا. تحية. تحية كاريوكا. تحية لك. ستنا. وكاريوكا. طيب الإجابة سليمة والشخصية تحية كاريوكا ويستحق عنها ثلاث نقط. دول عايزين نعمل كده يقولوا تحية كاريوكا بس. أنا شفت اللفة؟ أنت أذكى واحد في إخواتك. يلا يا هلا بطلي الأمثال يا هلا. بلاش الأمثال يا هلا. بعدي عن الأمثال يا هلا. هو أذكى واحد في صحابه وإخواته. إخواته البنات. أيوه. هو أذكى واحد في إخواته البنات. زركني شاي مش ألف. لا أبدا. أفلام سهلة. ثلاثة ثلاثة. فيلم قديم ولا جديد؟ الأول ما تعرفيش. الأولاني الأولاني. وبر جار اجري. قرد برضه. لا لا ده كلب المرة دي بيجري. سفر مسافر سفر مسافر مسافر بلا طريق. يا عيني عليك يا دوق. ويا عيني عليك يا هلا عشان وصلت. الاجابه سليمه. الفيلم مسافر بلا طريق وده كان بطوله عفاف شعيب ومحمود ياسين واخراج علي عبد الخالق ويستحقوا عنه الثلاث نقط. اللي فات برضه نفس الحكايه قريب منه. اتفضل دور على هنا على استاذ بك. اتفضل يا استاذ استاذ كوتش. اتفضل اتفضل استاذ بك. حلو قوي عملت كاريوكا. دي اهنيك عليها والله. ربنا يخليك. هي دي بالاربع سنين. الصعب. مسرحيات. مسرحيات. سهلة. مسرحيات. خلص. بالناس دي مسرحيات ولا مسرحيات؟ الاثنين. يلا. يلا. يلا طيب. طيب. هي مسرحيات. كم كلمة؟ قبل النوم. فيها نوم. حصة قبل النوم. أنا مش. هو بيسأل شخصية. الشخصية بتاعتها. العبيط. محمد عوض. لا عادل امام. عادل امام. انت قلت ايه؟ شاهد ما شافش حاجه. حبيبي الاجابه سليمه. المسرحيه شاهد ما شافش حاجه ويستحق عنها ثلاث نقط.
يبقى السكور بتاعهم كام؟ 19. جميل. طيب هدول على مين هنا؟ يلا رجاء. رجاء قوية على العموم. قوية فين؟ اتفضل. ده شكلا موضوع عن الله العون. عجبا مش بتدي. مصر حلو ده. يعني. مصر حلو. مرة مغربنا خالص. الدولة دي؟ دي بتاعتكم. طيب. قديمة؟ قديمة؟ أول. بس هتاخد فرق. واحد اثنين ثلاثة. الثالثة؟ الثالثة. احنا ثلاثة؟ ثلاثة؟ ستات. الستات. السيدات. السيدات. النساء. النساء. كلنا. فاتنات. المرأة. جميلات. تايم. الحريم. بناتك. سك على بناتك. سك على بناتك. إجابة سليمة. إجابة سليمة. المسرحية سك على بناتك، ودي بطولة أستاذ فؤاد مهندس، ويستحق عنها ثلاث نقط أجابوا في 26 ثانية. يبقى لهم السكور بتاعهم يوصل 21 ب 19. والدور على مين؟ لسه زحمة. أيوه اتفضل يا أستاذ أمل مصر. اتفضل اتفضل يا زحمة. أملنا فيك كبير. أيوه عشمنا فيك كبير. عندنا حاجة صعبة. صعبة بقى؟ صعب. برافو. أربعة. جايز ما طلبتها. قول ثلاثة. كل مرة تجيبوا ساقة عشان تقفزوا بالأربعة. طويل قوي وماسك. صحيح بنجيبها في أول دقيقة بس بنخسر برضه. 25. لسه يوم ما بيبارك الورق التاني. إيه ده؟ استنى بقى. يا فلان كتير. ده برضه زي ال لا هو ما دام قال كتير كده. هيجيبوه؟ سبعة. طيب 10 يعني مش كده كده اي كلمه قول اول كلمه حاجه ست ال ال الحلو حلو الحلو حلو لو صحي من النوم والوحش وحش لو جابوا له طوب لا لو استحمى كل يوم الاجابه سليمه الاجابه سليمه خلاص جميل قاعده مع خالاتي الاجابه سليمه خلاص الاجابه سليمه والمثل بيقول الحلو حلو لو قام من النوم والوحش وحش لو استحمى كل يوم هي لو غسل وشه او استحمى زي بعض يعني ما تفرقش اذا كان كله ولا جزء منه المهم ان الاجابه سليمه يستحقوا عنها ثلاث نقط مضاف اليها نقطه فبقى عندهم اربع نقط في السكور يبقى النتيجه 23-21 ودي كانت اخر فقره بتقدموها انتوا فاضل فقره اللي انا بقدمها انا املي فيك كبير بقى يا حاج ربنا يكرمك يا منصف المظلومين حقيقي ظلم الاربع درجات اللي بياخدوها فجاه يعني مش فاهمه صح بس باجتهادهم عشان متهدين قوي انا مبسوط قوي بس املي فيك كبير دي ده اخر اخوان جميل احنا بتوع الصعبة بقى بسم الله الرحمن الرحيم بتاعتكم ما تبصش طيب ايه نوعه الاول؟ هقول لكم شيان لولو على الاول طيب مثل فلفل كم كلمة؟ اثنين اثنين فيهم الف لام؟ الثانية الثانية فيها الف لام الأولانية؟ الأولانية ما فيهاش طريق طريق الأمل طريق الأمل طريق طريق الشوف طريق الدموع شارع الحب شارع الشارع شارع 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 الضباب لا الثانية ال شارع شارع البهلوان الإجابة سليمة والفيلم شارع البهلوان وده كان بطولة كاملة وكمال الشناوي وإخراج صلاح أبو سيف ويستحق عنه ثلاث نقط لا الخزينة لسه نص دقيقة لا الإجابة نص دقيقة شوف يا ريس هنطلع تعادل شوف التايمنج شفت التايمنج في النص الأولى لا هما في النص الأولى لسه في النص الأولى لسه في 30 ثانية بالظبط في 30 ثانية بالظبط ثلاث المهم ثلاث نقط ونقطة بلس زيادة اللي هي بتاعة الصعبة يبقى لهم أربع نقط ويصبح السكور بتاعهم 25 وهنا 23 مبروك الفائزين وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.